هذا باش نقصوا من معاناة العمال ومعاناة الزوار لهذا المركز الاستشفائي الجامعي الذي يعد قطب من أقطاب الصحة على المستوى الوطني. نفتخر اليوم بعدة إنجازات قمنا بها، وهذه تدخل دائما في إطار تسهيل للمستخدمين، سواء هذا المرآب أو انطلاق إن شاء الله الأشغال تاع لاكراش باش نقصوا على كذلك المستخدمين الصحيين على مستوى المستشفى، ونقصوا من الغيابات ونقصوا عليهم عناء يخموا على أولادهم يكونوا حتى في داخل المستشفى عندهم إنكراش، عندهم مرآب كما هذا وين يقدر يركن سيارته في كل أمان، وإن شاء الله نتمنوا إنجازات أخرى. الموقف الخاص بالموظفين أو بالزائرين على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر، نشوفوا اليوم الدولة الجزائرية لبت رغبة نتاع المسيرين اللي عندهم نظرة للآفاق من أجل تنظيم حركة المرور وإعطاء صورة جمالية للمستشفى. بكيكون تنظيم محكم وجيد يعطي انفليكسيبيليتي دو موبيليتي تاع لي فيكول السيارات على مستوى المستشفى. الدولة الجزائرية ضخت الأموال والمسيرين قاموا بتجسيد حركة أو تجسيد مواقف خاصة بحركة السيارات داخل المؤسسات، سواء كانت خاصة بالموظفين أو خاصة بالزائرين. يعني شتنا زرنا ونشوفوا مؤسسات عندها مواقف توقف السيارات منظمة، الشيء اللي كان منعدم في الجزائر. اليوم نشوفوا صورة جديدة في الجزائر الجديدة، أن الدولة الجزائرية لبت كل طلبات المسيرين من أجل ضخ كل الأموال، والمسيرين مشكورين على هذا العمل الذي قاموا به وجسدوا يعني هذا الصورة اللي أصبحت واقع حي يعطي إضافة جديدة وجمالية للمركز.